وأن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد، قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة، عن يمين الطريق، عند سليمات الطريق، بين أولئك السليمات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد